صفقة شراكة بين الاحتلال وتطبيق تيك توك. من فيسبوك إلى تويتر ويوتيوب تتواصل حرب الاحتلال على المحتوى الفلسطيني في منصات التواصل الاجتماعي. صفقة جديدة هذه المرة بين حكومة الاحتلال ومنصة تبادل الفيديو الصينية تيك توك. لقاء ضخم حضرته وزيرة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال أوريت هاكوهين وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والاقتصاد والاتصالات والمغتربين لاستضافة موظفين كبار من إدارة التطبيق. هدف الاجتماع إلى وضع نظام تعاون لمحاربة وإزالة خطاب الكراهية والتحريض على اليهود والسامية والمحتوى المعادي لإسرائيل وزيادة قدرات الاحتلال التكنولوجية في خلق واقع أفضل على شبكات التواصل الاجتماعي. مديرة السياسات في تيك توك إليزابيث كانتر أعربت عن سعادتها بلقاء ممثلين عن حكومة الاحتلال لمناقشة هذه القضية الحاسمة، مؤكدة أن إدارتها لن تتسامح مع خطاب التحريض والكراهية على منصتها. العداء للسامية واليهود والتحريض على الكراهية الذريعة المقيتة التي يتخذها الاحتلال مبرراً لحربه على المحتوى الفلسطيني الساعي لفضح جرائمه المتواصلة على منصات التواصل الاجتماعي، وفي الوقت الذي تشن إدارات هذه المنصات حرباً لا هوادة فيها على المحتوى الفلسطيني حظراً وحذفاً وتعتيماً يتعامى مقص رقيبها عن صفحات الاحتلال ومستوطنيه التي تعج بالعنصرية والكراهية وخطابات الإبادة الجماعية.